غمض عينك غمض عينك غمض عينك. اصحاب اللزاز عاملين ايه؟ اهلا بيكو حلقة رعب جديدة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نذكر ربنا كده في بداية اللعبة عشان ايه؟ تجنبا لللبس والعفاريت والاشياء. لعبة النهاردة بتدور عن شلل النوم. مين فينا مجاش له شلل نوم شله ونايم ومجرد بس بيعتمد على رحمة مخيلته ان هو يفضل عايش او يتخيل حاجات في الأوضة او كده. فانا عايش التجربة دي النهاردة. لايك شير سبسكرايب لو انت مش مشترك وبس يلا بينا. هذه اللعبة تحتوي على دوشة ومعرفش ايه خد بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. What's going on؟ في ايه اللي بيحصل؟ انا مش قادر اتحرك. هو بس بيحرك عيني بس صح؟ عارف انها هتبقى تجربة من ايه بستين نيلة. ايه يا جدعان ده؟ ده نايم يا نهار ازرق. جدعان انا نايم بس مش عارف اتحرك وانا كده بحلم. لا حول ولا قوة الا بالله. انا لازم في قوم يا عم قوم 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 اتوز. في ايه اللي بيحصل؟ في ايه يا لهوي يا جدعان؟ لسه ما مش واخد بالي ان اللعبه لسه بادئه يا جدعان. مش ايه ده؟ غمض عينك غمض عينك غمض عينك. اعوذ بالله مش هتراجي اعوذ بالله مش هتراجي. قومي. اعوذ بالله مش هتراجي. بيحلم بيحلم. يا لهوي يا جدعان ده حلم ولا ايه؟ يا نهار اسود على دي لعبه. لا اله الا الله لا اله. لازم اتحرك لازم 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 اتحرك. لازم ايد النور. طيب انا عايز ايد النور. ما تقوم يا عم ترفص كده. ايوه لازم اتحرك لازم. ايه بقى مش هتقوم ولا انت خلاص كده؟ لا اله الا الله. وايه اللي حصل؟ نور نور فين يا جدعان؟ مش شايف اي حاجة. في ايه؟ ده الحركة بقت بطيئة جدا يا جدعان. ايوه جدعان الواد. ايوه ايه ده النور صح؟ ده النور طفى. يلوي في ايه؟ هو رجع تاني؟ هو في حاجة واقفة في الضلمة ولا ايه؟ بيت ابوك يا اخي. تهرب معوزة تاني يا عم قبل ما تنام يا عم. هو ده حاجة واقفة في الضلمة ولا انا مش شايف يا جدعان؟ النور. في ايه؟ في ايه؟ تلفزيون. تلفزيون بايظ. اش يما اعوذ بالله مش هترجع. اش قوم يا عم من عليا يا عم الدبدوب. اعوذ بالله مش هترجع. مش عايز يقوم ليه؟ قوم 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 قوم. ايوه كده بيرميه. متحركش يا جدعان. صح كده وقع. وايه اللي يسقر نو؟ يا نهار اسود. نو 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 نو. لا اله الا الله. Did you see it؟ انا قلت له نو. Are you sure؟ Yes. ايوه متأكد. Now look up. ابص على ايه؟ ابص على ايه طيب؟
سربرايز في جدعان يدي ولا ايه Where is your friend مستر دب مستر دب امشي بلد الكلب اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان صوت اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه ايوه كده صح مكتوب يا جدعان انا لا استطيع الانتظار حتى اراك لا اله الا الله تاني ولا ايه هو كده امن على السرير صح يعني كل ده حلم صح كل ده حلم ايوه هو بيت في النور ده غبي يا اسطى لا اله الا الله تاني طب ليه برضه مش قادر اتحرك الله يخرب بيت امك يا اخي قلت لك اقرا المعوذتين يا اخي بدل اللبش ده انا عايز اضحك لا في حد بيخبط يا جدعان حد بيخبط ولا ايه لا اله الا انا ميت في حد فتح الباب يا جدعان في نار اسود في حد جاي في حد جاي يم يم في ايه مش شايف مش هو بيفتح الباب اكتر ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله مش هترجي وايه يا جدعان اللي بيتحرك هناك ده في ايه حد دخل الاوضه يا جدعان الباب اترزع نور لا اله الا الله اعوذ بالله شهد كل عزه ورب الفلق كل عزه ورب الفلق مش رب ايه ومين اللي في حد بيقول لي انا شايفك ايه كده في حاجه ماشيه على الارض الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله يخرب بيت ام مخيلتك يا اخي ايه ده يما ايش ايه كل ايش انا ميت اعوذ بالله شتر مات 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 بتني للصوت على دماغك تاني لا لا يا اخي صلي يا اخي ارجع لربنا يا اخي ارجع لربنا يا اخي حرك ايوه النور ما بقتش ليه انا كل ما بقيت النور بيطفي اصلا المفروض ان انا بقيت النور الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لازم بيقول لك انزل اشرب حاجه صح لا اله الا الله هو ده الباب الحمد لله كان حلم الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن ده انت ما تنامش تاني ده تذبح نفسك تنتحر ايه ده هل تعتقد ان هو انتهى يا نهار اسود لا يا جدعان هي فعلا دي اكتر لعبه كانت صغيره بس جابت لي جلطه انت بتعيش فعلا حاله الجاسوم اللي بتجيلك
حاسس ان انت مشلول وانت نايم. الحمد لله. من هنا بقى نتعلم ان احنا نقرا قران قبل ما ننام، ما ننام يعني. ما هو اسوأ كابوس؟ ما هو فيش كابوس اسوأ من كده بصراحه. تنسوش اللايك سبسكرايب، اقروا معزتين قبل ما تناموا، وقربوا من ربنا عشان الحاجات دي تبعد عنكم. سلام.